فتحت دي زوجي بيعرف دي الأكلة ولا لأ؟ بس أنا حطيته الشعر أخضر وشعر أحمر. نشوف كيف. يا ديل شوف افتح ايوه افتحه، بعدين افتح البسباس. ايش متوقع اول؟ ايش متوقع؟ يا ديل هذا رز رز سمك. طيب يلا شوف يلا يلا رميان. اخي اشوف الفلفل ولا كذا. هذا سمك. قويهم الفلفل. شار دوق يلا دوق. وزن كل قدرت عصب ليمون. لا خمر سمك بس. ما عرفت ايش وزف. وزف ما هو طالب، ما هو بارد. روبيا ما هو روبيا. ما تبغى في الفيلم ايش؟ ما عرفت. لا لذيذ لذيذ. هذا روبيان مقفل. هذا كان وزف. مو وزف، وزف ثاني، سمك صغير الوزف. ايش خبرك؟ كيف الطعم؟ حلو. طعمه روبيان بس مو باين روبيان. باين ايش؟ كأنه وزف. بعد الوزف متفتفت يعني متأكل. ليش طعمت الوزف انت؟ مساء الرضا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا شفتوا التحدي، زوجي ذكر كل انواع السمك ما عدا الروبيان المجفف، ومصر الى اخر مقطع بالفيديو انه وزف. طبعا الوزف هو سمك صغير مجفف يستخدم في الطبخ في اشياء كثيره. في اليمنيين يستخدموه في العصيد واشياء كثيره. هنا بعد خلاص ما كمل الاكله، طبعا الرز سبايسي حار نار. هذه ان شاء الله اذا تحبوا الروبيان المجفف اكتبوا لي منعمله. الرز هذا منعمله كثير لذيذ. بعد كده عملت له شاي احمر يسموه على السمار او يسموه على البخار او الشاي التركي. اصحاب الكيف اللي يحبوا الشاهي، اذا ما جربتوش في هذه الطريقه بالشاهي فانتم ما شربتوش شاهي احمر صح. وتعالوا الان ارويكم ايش طلبت من شيئين. طبعا طلبت هذه عصاره الليمون، وبحكي لكم ليش طلبت هذه العصاره. طبعا اني تعرفوا لما اصور الاكل او الطبخات احب ازين الليمون، اقطعه بشكل انصاف، مش انصاف قصدي ارباع. والله اساتذه سلمات الرياضيات اذا سمعوني بينقلطوا مني. المهم طلبت هذه العصارة لأني لما أقطع الليمون أرباع زوجي يقول إنه ما تنعصرش أرباع الليمون، يعني ما تنعصرش تمام، فهو يحب نص زي موضح لكم بالفيديو كده. الليمون عنده هذا هو الصح، بس البعض يعني نحن من نشرب أحيانا ما نشيش الليمونة كامل، نعصرها نشتي ربع، عرفتوا؟ فهذه حلوة لكن ما عجبتوش، وحتى كان بيجيب فيها العيد وبكسل لي إياها. بس انا حبيته كتير. تعرفوا احيانا لما تقدموا ضيافه احد يجي عندكم وتقدموا كده شرايح ليمون ارباع ليمون مع هذه كتير حلوه، اللي حاب كده يعصر لانه في بعضهم عندهم حساسيه ما يقدروش يعصروا الليمون في يدهم، فهذه حلوه كده للتقديم بجد، يعني مش استخدام دائما بس للتقديم، شيك وكده وحلوه. انا عن نفسي عجبتني، لكن هو ما عجبتوش ويحب يفضل القديمه هذه الحديد. طبعا هذه أنا سرقتها من عند أختي في عدن لما كنت هناك، عندي اثنين، فقلت له عادي قسمة أخوة وأخذت واحدة وهي لي واحدة، صح ولا لا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس. حلو منكم.